السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين نتكلم النهاردة ازاي نعمل خريطة لاند يوز، لان هذه الخريطة او هذه الطبقة سنستخدمها في التطبيق القادم الخاص باستنتاج البيت سايتس او افضل الاماكن لانشاء مشروع، وفي التطبيق الذي يليه ان شاء الله الخاص بالراوتينج او استنتاج المسار الامثل بين نقطتين. ان شاء الله I'm going to show you how to create a land use layer to be used in the next two exercises, finding best site and routing. خريطة اللاند يوز بتحصل عليها من ناتج تحليل صورة الاقمار الصناعية. لو حضراتكم فاكرين في التمرين بتاع الريموت سينسينج كان عندنا صورة قمر صناعي، we had a satellite image layer، عملنا لها unsupervised classification. Review exercise number 81 في خانة الـ number of classes type 15 classes. Okay. Open attribute table بتاع الطبقة الناتجة الـ output layer. هتجد إن عندك field للـ value. Land use layer must have a field for value and a field for type. لازم يكون طبقة اللاند يوز فيها حقلين، حقل للقيمة وحقل لنوع التربة. عشان كده هعمل add field من table option واقول له add field وسميه type of soil. type of land cover or land use. الداتا تايب هتبقى text واقول له اوكي. عندي طريقتين عشان املى الحقل بتاع التايب. I have two methods to fill the type field. ممكن اعمل highlight للvalue number one اللي هي الووتر، واعمل right click على الفيلد واقول له field calculator yes، واقول له هذا selected row type equal to بين قوسين water. اوكي. بيسمي الروت باوتر. الطريقة التانية the second method، انا ابدأ اعمل start editing في الطبقة. start editing في طبقة الايزو كلاستر في الداتابيس بتاعتها، اقول له اوكي واحدد الرتبه بتاعتي اللي هي في الحاله بتاعتي دي شالو ووتر واسميها شالو. ووتر وهكذا and so on. بالطريقه دي بيكون عندي طبقه لاند يوز واللي هنستخدمها ان شاء الله في التطبيقين القادمين.